تمام، احنا بدأنا. أهلا بيكم، أنا عمرو أورنسا، ديزاين مانجر في بينوكيو وفاوندر لديزاين داستري وكو فاوندر لكايرو ديزاين اثن. النهاردة هنتكلم على تصميم الأثاث من ناحية يمكن مختلفة شوية، من ناحية صناعية. هنتكلم على ايه اللي احنا محتاجين نعمله في الديزاين علشان نصنع، والخطوات اللي بنمشي عليها، وايه اللي احنا المفروض نراعيه. ف يعني الكلام النهارده بقى انتر اكتيف، يا ريت لو في حد عنده اسئله يبعت اول باول علشان نرد قبل ما نروح للسلايدز اللي بعدها. يعني أنا حضرت تجارب كتير، تعاون ما بين مصممين ومصنعين، ودايما بيحصل كلاش كده مشهور بين الاتنين. دايما بعد التعاون بتسألوا المصنع التجربة كان أخبارها إيه، فبيقول التجربة كانت سيئة، والمصمم نفس الحكاية برضو لما نسأله على التجربة كانت عاملة إزاي مع المصنع، فبيقول برضو كانت تجربة سيئة. وده للأسف لأن الاتنين معرفوش يفهموا بعض كويس. فإحنا هنتكلم شوية على الديزاين والتصنيع والعلاقات اللي ما بينهم وبتمشي إزاي. كمصنع هو محتاج ديزاين بريف من الـ سوري المصمم محتاج ديزاين بريف من المصنع. الديزاين بريف ده اللي بيحدد له هو محتاج يشتغل في أي اتجاه، إيه المنتج اللي محتاج يتصمم، تفاصيله من حيث تفاصيل تقنية، لو في تفاصيل في الشكل، لو في تفاصيل في الوظيفة. فكل الحاجات دي بتتكتب في الديزاين بريف. الديزاين بريف بعد كده بياخده يشتغل عليه المصمم، وبيعمل أول خطوة اللي هي الايديشن، أو بيطلع بالأفكار يعني فكرتين أو ثلاثة، وبيروح بيقعد مع العميل بتاعه أو المصنع، وبيبتدي إن هو يوري له الأفكار اللي طلعت، وبيختاروا اتجاه معين يمشوا فيه من الأفكار دي. كل ده ديزاين بروسيس، يمكن انتوا كديزاينرز فاهمينه كويس، وما بيختلفش كتير في الانتيريور عن الفرنتشر عن الاركتكتشر، كله نفس البروسيس في الآخر. بس لما بنتكلم بقى على الفرنتشر احنا بنتكلم على حاجات مختلفة محتاجة المصمم يراعيها. هنتكلم دلوقتي على الموديولر ديزاين. الموديولر ديزاين هو الحقيقة يعني موجود في حياتنا في حاجات كتير. لو جينا نشوف الكمبيوترز هنلاقيها موديولر ديزاين، العربيات موديولر ديزاين، الفرنتشر كمان موديولر ديزاين، فيها موديولر ديزاين. طيب الديزاين احنا قدامنا حل من اتنين، يا اما ان احنا نعمله موديولر ديزاين، بمعنى ان احنا ناخد المنتج نفككه حتت، وكل حتة بتتصنع لوحدها وبعد كده بيتركبوا مع بعض. ده موجود في العربيات، هتلاقوا ده كمان اللي مخلي الكاستمايزيشن ينفع يتعمل. يعني ممكن عميل يطلب لون فرش العربية لون معين، عايز يحط اكسسوار معين في العربية، في كاستمايزيشن بيتعمل في العربيات إلى حد ما. ده ما بينفعش يتعمل إلا لما بيبقى موديولر ديزاين زي العربيات. بالنسبة للكمبيوترز هتلاقوا مثلا، يمكن هنا انا عامل حاطط صورة الماك، البادي بتاع ماك ما هواش موديولر، البادي بتاع ماك بيتصب حتة واحدة. يمكن معظم تليفونات كمان ابل نفس الحكاية، بتبقى غالبا ألمنيوم وبيتصب حتة واحدة، مش بيتركب قطع في بعض، فده مش موديولر. بس لو جينا نبص على البورد اللي جوه الكمبيوتر هنلاقيها موديولر، هي فيها قطع كتير قوي بتتركب في بعض، انتجريتد سيركتس، وفي كروت بتضاف عشان يزود فانكشنز. ففي الاخر انت بتشتري الكمبيوتر وبتحدد انا عايز الفانكشن الفلانيه او الفيتشر الفلانيه، او مش عايزها، عايز اكبر حاجه، ازود سعه الميموري. ففي حاجات كتير عشان هي موديولر وبتركب في بعضها، فمدينا امكانيه ان احنا ننزل المنتج باكتر من فيتشر، وامكانيه كمان ان العميل يختار الفيتشرز المناسبه ليه. طيب الفرنتشر ده بيتعمل ازاي؟ الفرنتشر لما نيجي نشوف الدواليب مثلا،
الدواليب الفانكشن بتاع الدولاب من جوه واحد بصرف النظر عن شكله ايه من بره. عشان كده هتلاقوا معظم البراندز بيعملوا فيرنتشر براندز يعني بيعملوا الدواليب من جوه او الشاسيه بتاع الدولاب ستاندرد واحد غالبا هو موديولر، وبعد كده بيتحط عليه الدرف باشكال مختلفه فبيطلع الدولاب شكله النهائي مختلف. هتلاقوا في ايكيا الامثله دي كتيره قوي، عندهم كذا سيستم الدواليب، عندهم كذا سيستم للدواليب وبيتباع كل موديول لوحده. هتلاقوا في امكانيه كمان ان العميل ممكن ياخد عدد معين من الرفوف يزودها يقللها، لانه بيشتري كل رف لوحده، بيشتري كل درج لوحده، الشماعه لوحدها، ففي الاخر العميل بيغير الاستراكشر بتاع الدولاب من جوه بناء على رغبته، وده كاستمايزيشن قوي جدا بيدي يعني ميزه للعميل وقت الشراء. طيب الموديولر ديزاين ده احنا بنعمله ازاي؟ احنا مبدئيا بناخد التصميم اللي هو معقد او مركب وبنفككه لحتت صغيره، فحاجه زي الدولاب احنا بنفككه بقى نبتدي نفكه. هنا هتلاقوا الدولاب بيتفكك حتت، كل حتة بتتصنع لوحدها، وبعد كده الحتة دي بتتركب في بعض فتدينا سيستم. فإحنا الديزاين بتاعنا بنفك الأجزاء، الجزء بيتسمى موديول، وبعد كده بنركب الموديولز في بعضها عشان تكون لنا سيستم. طيب إحنا علشان الموديولز دي تتركب في بعضها محتاجين نعمل إيه؟ محتاجين إن إحنا وإحنا بنديزاين كل موديول لازم نديزاين الانترفيس اللي بينه وبين كل الأجزاء اللي هيركب فيها. بمعنى انا مثلا هعمل جنب الدولاب ممكن يتركب فيه رف، ممكن يتركب فيه شماعه، يتركب فيه درج، وات ايفر بقى هركبه في الجنب، محتاج يبقى الجنب فيه اماكن لتركيب الحاجات دي كلها. فالانترفيس اللي ما بين كل موديول والتاني دي حاجه مهمه قوي في الديزاين ولازم تتراعى لو احنا بنتكلم على موديولر ديزاين. طيب ليه نعمل موديولر ديزاين؟ ليه ما نعملش الدولاب حته واحده وما بدل ما نقعد نعمل انترفيسز وحتت تتركب في بعض والكلام ده كله؟ كذا ميزه الحقيقه. اول ميزه ان احنا نقدر نبدل، يعني نقدر ان احنا نشيل درج من حته نحطه في حته ثانيه، نبدل درج في اليمين مكان الشمال، فحتى العميل بعد ما بيستلم الموبيليا وبتتركب يقدر ان هو يعدل في اماكن الاجزاء المكونه ليها. ففي الموديولر سيستم في فلكسبيليتي او مرونه عاليه جدا في تغيير التصميم وهو عند العميل. الحاجه الثانيه ان يقدر يضيف، يعني هو في اي وقت في حته عايز يضيف فيها درج او عايز يضيف فيها رف يقدر يعمل ده طالما هو السيستم متجهز لانه يستقبل حاجات اضافيه، لان هو موديولر من الاول من ناحيه من اول الديزاين، فيقدر العميل يقدر يضيف حاجات فيه، يقدر يشيل منه كمان في اي وقت من غير ما ياثر على الاستراكشر، يقدر يشيل درج، يقدر يشيل رف لو هو عايز يفضي اماكن في الدولاب، فيقدر يشيل رفوف، كل ده ممكن. فالحقيقه هو بيدي التصميم الموديولر بيدي امكانيه كبيره قوي للعميل في الكاستمايزيشن او ان هو يعدل في الشكل بتاع الدولاب ده من جوه. طيب في بقى ميزة مهمة جدا في الموديولر ديزاين من حيث التكلفة. تكلفة تصنيع الموديولز بتبقى أقل بكتير من تكلفة تصنيع الدولاب على بعض. بمعنى أسهل بكتير إن أنا أصنع موديولز وأخزنها موديولز وأبيع موديولز وبعد كده تتركب عند العميل، أوفر بكتير من إن أنا أعمل دولاب ستراكشر راكب في بعضه حتة واحدة. طيب الخصائص بقى المهمه جدا في الموديولر ديزاين هو احنا اتكلمنا على المرونه ان احنا نقدر نغير في شكله. الحاجه الثانيه ان هو سكيلبل، احنا ممكن ان احنا نغير السكيل بتاعه نكبره، يعني مثلا عميل بعد ما اشترى الدولاب وركبه نقل مكان تاني اكبر فعايز يكبر حته في الدولاب فيقدر يشتري موديول زياده يكبر بيه عرض الدولاب، او ان هو نقل حته اصغر فيقسم الدولاب لدولابين فممكن يشتري جنب زياده ويقسم الدولاب لحتتين. فالتغيير في السكيل بتاعه دي حاجه مهمه جدا، ميزه للعميل بياخدها لما بيكون الديزاين موديولر.
الحاجة التانية اتكلمنا على التكلفة، واتكلمنا على كمان الكاستمايزيشن العميل يقدر يعدل فيها، وإعادة الاستخدام. يعني ممكن أنا الدولاب ده في أجزاء منه مش محتاجها، فأجيب دولاب تاني فاضي وأخد الأجزاء دي أستخدمها في دولاب تاني طالما هو نفس السيستم، فأقدر إن أنا أبدل بينهم زي ما أنا عايز. الكونسيستنسي كمان، لأن هو أو الـ يعني الاستمرارية، هو في لو أنا عندي سيستم بنتجه بصفة دايمة، فالسيستم ده العميل يقدر يشتريه بعد كده، يقدر يكبر يصغر يقدر يكبر الوحدات اللي عنده اللي اوريدي اشتراها. فالاستمرارية في إنتاجه وتصنيعه والاستمرارية في بيعه، دي من الحاجات اللي هي مهمة جدا في الموديولر سيستم. يا ريت لو في حد عنده أسئلة يبعتها قبل ما نروح للجزء اللي بعد كده. طيب هنتكلم شوية عن الإنتاج بتاع المودولار سيستمز بيتم إزاي. الشاشة دي من البلاننج سيستم اللي احنا بنشتغل بيه في المصنع، وانا يمكن هنا عامل ماركينج على 3 سطور. ال3 سطور دول لنفس الايتم بالظبط، بس هما بينتجوا على 3 باتشات مش باتشه واحده. في باتشه بعدد 10، وفي باتشه بعدد 2، وباتشه بعدد 3. ده جزء في الدولاب اللي احنا شفنا الديزاين بتاعه اللي فات. الدولاب ده بيتباع في كذا اوردر، اوردر ريتيل، وكل عميل بيشتري دولاب بالكونفيجريشن اللي هو عايزه. في اللي هياخده بدرفتين، في هياخده ب3 درف، في هياخده برفوف بشماعات، كل واحد بالكونفيجريشن اللي هو عايزه. بس في الاخر كإنتاج الديزاين بيتفكك للموديول، وبعد كده الموديول ده هو اللي بيتم تصنيعه. فالموديول ليه هو اتقسم هنا على 3 اجزاء علشان او 3 باتشات علشان يوفر في التكلفة بتاعته. فالتكلفة هنا هتلاقوها حساباتها مهمة، وعشان كده البلاننج مطلع الانتاج على دفعات، لان كل ما هنتج كمية كبيرة وتقعد في المخزن فترة اكبر، الرصيد بتاع المخزن او الانفنتوري بيزيد، وكل دي تكلفة زيادة. فالصناعة دلوقتي رايحة ناحية الزيرو انفنتوري، او مبقاش فيه رصيد خالص في المخزن، كل الحاجات بتنتج جاست ان تايم اللي هو اللين مانيفاكتشرينج. فعشان نعمل ده الموديولار سيستمز بقى مهمه جدا. اقدر ان انا انتج كل موديول لوحده، مش محتاج انتج الدولاب على بعضه، فده بيوفر لي كتير قوي في التكلفه، تكلفه الانتاج. حاجه مهمه بقى في الموديولار سيستم هو انه ايه اللي بيتباع، وايه الايتيمز اللي بتدخل انتاج، ايه الاصناف اللي بتخش انتاج، والباكجينج بيبقى ازاي، وبيوصل للعميل ازاي. الجزء ده كل الاستراكشر ده مهم جدا ان هو يبقى معمول حسابه في التصميم. يعني انا هصمم دولاب، طيب الدولاب ده هفكه ازاي، هيتفكك حتت ازاي، فين الموديول، هل كل جنبين بالارفف اللي بينهم ده موديول، ولا كل رف موديول لوحده والجنب موديول لوحده. القرارات دي كلها محتاجة الديزاينر ياخدها. لو انا هعمل مثلا كنبة، في حد عامل عايزها، عميل عايزها 2 سيترز، في عميل عايزها 3 سيترز، طيب في عميل عايزها بايدين، في عميل عايزها من غير عشان يوصلها وتبقى ال شيب. فدي كلها كونفيجريشنز مختلفه لنفس المنتج. طيب انا هنتج ازاي؟ ما هو لازم في الديزاين من الاول لازم يبقى متحدد الموديول فين. الكنبه دي هتبقى موديولر ازاي؟ يعني مش معمل كنبه لوحدها ستاند الون وهبيعها ككنبه، انا بعمل موديولز وهنتج الموديولز دي عندي. فالموديول ده لما اجي افكه هيتفك ازاي، ولما بيتفك الباكجينج هيبقى شكله ايه. فكل الحاجات دي بتتحط في حاجه اسمها البيل اوف ماتيريال للمنتج. احنا قدامنا دلوقتي ده بيل اوف ماتيريال للدولاب احنا شفناه من شويه، ومتحدد كل الاصناف اللي داخله جواه علشان تكون الدولاب ده بالحجم بتاعه. في حاجة كمان مهمة محتاجين نراعيها واحنا بنعمل الديزاين
لأي جهة بتنتج، بالذات للمصانع الكبيرة أكتر من الورش الصغيرة، هو الخامة. إحنا دايماً في الديزاين بنبقى شوية حرين إن إحنا نستخدم خامات مختلفة، عايزين نجيب خامات جديدة، عايزين نستخدم ميكانيزمات جديدة، نستخدم إكسسوارات تركيب أو هاردوير جديد. كل الحاجات دي عظيمة، بس إحنا لازم نراعي الأول المصنع بيستخدم إيه كخامة. أنا هديكم مثال، مثلاً دي قدامنا بعض الأيتمز اللي إحنا بنستخدمها في التركيبات، سواء جرارات أدراج أو مفصلات ظرف. أنا عامل سيليكشن على التيبل كله اللي إحنا كل الأصناف اللي بنستخدمها، هتلاقوا تحت مكتوب 1078 صنف. فإحنا عندنا في المخزن 1078 صنف مختلف، ما بين اكسسوارات تركيب، جرارات ادراج، مفصلات ظرف. كل الحاجات دي ما هياش خشبيه خالص، دي كلها معادن او بلاستيكات، دي بنستخدمها في تركيب المنتجات. فبيبقى لود كبير قوي ان الديزاينر يبتدي يستخدم منتجات تانية او اكسسوارات تانية اضافيه فوق الكلام ده كمان. احنا كل ما عدد المنتجات اللي بتتخزن بتزيد، كل ما بيبقى يعني هيدك اكبر على المصنع، كل ما كان فلوس اتخزنت اكتر في المخزن. فاحنا بنتكلم في زيرو انفنتوري، محتاجين نقلل الارصده المخازن. فمهم قوي ان احنا نراعي ده في التصميم، مهم ان احنا نفهم من المصنع هو بيستخدم خامات ايه، لان ممكن يبقى فيه خامه هو اوريدي بيستخدمها وانا مش عارفها، بس عايز حاجه شبهها، فانا هوصف حاجه شبهها. لو انا عارف انه بيستخدمها هوفر عليه وعليا وهستخدمها على طول، هي اوريدي موجوده عنده ستوك ويقدر يستخدمها من غير ما يضيف حاجه جديده للمخزن. اتكلمنا شويه على الموديولر ديزاينز، ودلوقتي هنتكلم على الديزاين اكتر، او الديزاين بروسيس جوه المصنع. في ديزاين بروسيس خاصه بالمصمم، وفي ديزاين بروسيس خاصه بالمصنع، شوب دروينجز وتفاصيل اكتر بعد كده. فالديزاين بروسيس بتاعت المصمم هي اوريدي انتوا عارفينها، مش هنتكلم عليها. جاي لنا سؤال دلوقتي، في حد بيسأل تختلف هل مراحل تصنيع الموديولز تختلف عن مراحل تصنيع الاساس الاستراكشر، ولو بتختلف في ايه؟ طيب، هي مراحل التصنيع مش مختلفه قوي، بس اللي بيختلف مراحل التصميم والاعداد للتصنيع اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. بس كمراحل تصنيع مش مختلفه قوي، يمكن الحاجات التصميمات الموديولر بتبقى أسرع شوية في إنتاجها، بس بطبيعة الحال إن هي متقسمة أجزاء. بس كمراحل تصنيع لا، بتعدي على نفس الماكينات، بتمشي في نفس البروسيس يعني، فما فيش فروقات كبيرة في طريقة تصنيعها، بس تكلفتها أقل علشان هي متقسمة أجزاء. طيب، نرجع تاني للجزء بتاع التصميم. التصميم عند المصمم هو بيقف على ان المصمم بيدي للمصنع صور مترندرة وبيديله تصميمات، غالبا بتبقى فايلز كاد دروينجز، سواء معمول على الاوتوكاد، معمول على الراينو، واوقات بيبقى فيه التصميمات دي 3D، اوقات بتبقى 2D معها سيكشنز. فيعني التصميمات بتختلف من حد لحد، الباكج المصمم بيقدمها، وعاده ده بيبقى مكتوب في الديزاين بريف، هو ايه الفايلز اللي المصنع محتاجها عشان يقدر يشتغل. فده جزء من الديزاين بريف المفروض ان المصنع والمصمم يتفقوا عليها من بدايه الشغل. نرجع بقى على الجزء الخاص بالتصميم جوه المنشاه الصناعيه، او التصميم الصناعي اللي بيتعمل جوه المنشاه. احنا بناخد كمصنعين، بناخد التصميم اللي جاي من المصمم، وبنبتدي نعيد تاني التصميم بس بطريقه مختلفه، بيترسم على سوفت ويرز تانيه خالص، غير الاوتوكاد وغير الراينو.
ده مثال مثلا هوريه لكم دلوقتي على سوفت وير اسمه ايموس. سوفت وير ده هو بيشتغل كاد كام، بمعنى ان هو برسم عليه الكاد دروينجز وبطلع منه الفايلز اللي بحتاجها عشان المكن السي ان سي يشتغل. وخليني هنا اوضح المكن السي ان سي عشان في ناس كتير بيلتبس عليها الامر ان مكن السي ان سي اللي هو الراوتر. الراوتر ده مكنه من مكنات السي ان سي. سي ان سي اللي هي اختصار كمبيوتر نيوميريك كنترول، فاي مكنه بنتحكم فيها بالكمبيوتر هي مكنه سي ان سي، سواء كانت مكنه صنفره، مكنه راوتر، تقطيع ليزر، تقطيع الواح، تخريم، كل المكن ده ممكن يبقى سي ام سي او ممكن يبقى مانوال. المكن السي ام سي محتاج فايلز عشان يشتغل. الفايلز ممكن تطلع اوتوماتيك من السوفت وير او ممكن تتعمل مانوال. السوفت وير زي ايموس هو ادفانسد شويه في الجزء ده، فهو بيشتغل كات كام، بمعنى انه بيطلع الفايلز اوتوماتيك من الرسم للمكن، مفيش حد بيتدخل فيه. بنتدخل في السيت اب بس اول مره، بس بعد كده كل حاجه بتبقى اوتوماتيك. طيب هنا الديزاين اللي احنا شايفينه قدامنا، هو هتلاقوا التفاصيل كلها واضحه فيه. موجود الحامل بتاع الرف، موجود مفصله الدرفه، موجود المقبض، موجود جرار الدرج. فكل كل الهاردوير اللي احنا محتاجينه عشان نركب البوفيه ده موجود. وهنا احنا لما بنيجي نرسم ما بنرسمش زي الاوتوكاد ان احنا بنرسم لاينز وبعدين نوصل ببعض ونحط الهاردوير هنا ونحركه مانوال. الكلام كله ما بيحصلش في السوفت ويرز الاوتوميتد اللي زي ده، اللي زي ايموس. احنا هنا بنرسم بايكويشنز. ف لما بنيجي نقول هنعمل بوفيه، ايموس فاهم انه في حاجه اسمها سقف وقاعده وجنبين، وفي ممكن يبقى درف، في ادراج. فلما باجي اقول ان هعمل الوش بتاع الوحده هعمل فيه درج وظرفه، فانا مش برسم الدرج وبرسم الظرفه، انا بس بقول له عايز اقسم الدرج والظرفه بالنسب قد ايه او بمقاس قد ايه. فانا ممكن اقول مثلا ان الدرج 10% من الارتفاع و90% ظرفه، او ممكن اقول ان الدرج 20 سنتي والباقي ظرفه. اوكي، فالرسومات احنا مش بنرسمها، احنا بندخل كله ارقام، الارقام او equations ومعادلات، والارقام والمعادلات دي هو السوفت وير بيترجمها للرسم. فانا ببقى شايف الرسم قدامي بس انا ما برسموش، انا بدخل ارقام. هنا ده ديزاين تاني برضو، يمكن باين اكتر مفصلات الدرف، باين تعليقات او شيلات الرفوف، المقبض باين، الجرارات بتاعه الادراج باينه، كل الهاردوير هنا باين. والميزه بتاعه الديزاين بالطريقه دي ان هي اوتوميتد، فلما باجي خلصت الديزاين وعايز اكستمايز حاجه للعميل، يعني عميل قال لي انا عايز البوفيه ده طوله يقل مثلا 10 سم، فانا كل الحكايه انا بفتح الديزاين بعدل الرقم بتاع او القيمه بتاعه طول البوفيه، فالديزاين كله بيتعدل، كل حاجه فيه بتتعدل. يعني هنا لو انا قايل ان الاربع درف قد بعض، فلو انا عدلت عرض البوفيه فكل درفه، لو انا عدلت مثلا عرض البوفيه نقصته 10 سم، كل درفه هتنقص 2.5، والدرج هينقص 5 سم لو هما درجين. فكل الديزاين بيتعدل اوتوماتيك بناء على المقاسات الخارجيه. ففي اي وقت عايز اكستمايز حاجه للعميل، اكستمايز المقاس، فالتعديل بيبقى سهل جدا، مجرد ان انا بغير الرقم بيطلع كل حاجه بعد كده، وهنشوفها كمان شويه، كل حاجه بتطلع اوتوماتيك لغايه ما توصل للمكان. كل ده تصميم جوه المصنع، التفاصيل دي كلها والسوفت ويرز دي كلها مش محتاجها الديزاينر ان هو يشتغل عليها، بس مهم ان هو يبقى عارف انها بتشتغل ازاي، مهم يبقى عارف التفاصيل اللي احنا بنخش فيها في البرودكشن، لان الديزاين في الاخر اللي الديزاينر بيجيبه للمصنع او المصمم بيجيبه للمصنع هو بيترجم لحاجه زي اللي انتم شايفينها دي. فالترجمه دي مش سهله، ومحتاجه يبقى التصميم اللي جاي فيه التفاصيل دي متراعيه، مش كل التفاصيل، يعني مش مطلوب ان يتحط المفصلات وجرارات الادراج وتركيب الدرج في بعضه والكلام ده كله، بس
محتاجين على الاقل يبقى الديزاين من بره مظبوط، الجابس اللي ما بين الدرف مظبوطه، اي حاجه بتتحرك سواء درفه درج درفه مفصليه جرار، كل الحاجات اللي فيها حركه محتاج يبقى فيه خلوص حواليها عشان تنفع تتحرك. فكل الحاجات دي محتاجه تتراعى في التصميم من الاول. ده مثلا ديزاين تاني جزء من ترابيزه، فالترابيزه كديزاين هي سهله جدا مش فيها حاجه، بس الاستراكشر بتاعها والمتانات وازاي تمسك في بعض، فين المسامير فين الكوايل، كل الحاجات دي بتترسم. وهنا لما بنيجي نتكلم على كوايل او كام فيتنج بيركب الاجزاء في بعضها، ليها علاقه بالمقاسات. فالترابيزه دي مثلا كل ما مقاسها يكبر كل ما هتبقى محتاجه كوايل اكتر. فالحاجات دي كمان بتتم اوتوماتيك، وهوريكم قدام شويه ازاي ده بيتم. ده نفس البروفيل اللي شفناه في الاول، بس ده من الجنب يمكن موضح شويه تفاصيل التركيبات. شكله من بره بسيط جدا، بس هو من جوه في تفاصيل كتير قوي، يمكن الديزاينرز اللي بيعملوا برودكت ديزاين ما بياخدوش بالهم قوي من ده. هما من الحقيقه مش محتاجين قوي التفاصيل دي ان هما يرسموها، بس محتاجين يبقوا عارفين ان ده اللي بيحصل عند المصنع. لما بيجي نتكلم على الكام فيتنج اللي مركبه، اللي هي يمكن مشهوره باسم المينيفكس او الاليتا، هي اللي اسمها كام فيتنج. الكام فيتنج دي عشان تتركب محتاجه الواح بتخانات معينه، الجرار عشان يتركب محتاج مسافه بين الدرج والجنب الوحده مسافه معينه، كل الهاردوير اللي بنستخدمه بيحتاج مسافات محتاجين ان احنا نراعيها في الديزاين من الاول. عشان كده لازم نبقى فاهمين شويه في التصنيع، فاهمين في الميكنه، فاهمين قوي قوي في الخامات وبالذات التركيبات. الحاجات دي مهمه قوي عشان نعمل تصميم فعلا قابل ان هو يتنفذ. وانا دايما بقول ان التصميم الناجح هو مش بس التصميم اللي اتنفذ، هو التصميم اللي العميل قدر ان هو يدفع فيه فلوس وياخده عنده في بيته ويتركب في بيته. اول ما التصميم بيتركب في بيت العميل احنا كده بنبتدي نقول ان احنا نجحنا، قبل كده احنا لسه ما وصلناش لمرحله النجاح. ايموس بيطلع الكاتنج ليست دي اللي فيها المقاسات كلها اللي احنا محتاجينها، ودي اللي بتنزل الانتاج على الكاتنج على البانل سو، المكنه اللي هي بتقطع للواح. فدي مهمه، كل ماتيريال بينزل لها الكاتنج ليست بتاعتها عشان تكون المنتج، دي اللي هي الموديولز اللي بتكون المنتج. بتتعمل الكاتنج ليست دي بتتعمل جاهزه من ايموس او بتتعمل اوتوماتيك يعني من ايموس، وبتتاخد من الديزاين اللي احنا اصلا ما رسمناهوش كاد، احنا رسمناه كله بايكويشنز. واول ما احنا نغير اي حاجه فيه، نغير في الموديول بتاعه ونغير في المقاسات بتاعته من بره، نشيل درج نحط درفه، كل التعديلات دي بتتم بس بتعديل رقم مش اكتر من كده، مفيش حاجه محتاجين نرسمها تاني، والكاتنج ليست دي بتطلع كلها اوتوماتيك. عشان كل الحاجات دي تتعمل اوتوماتيك في بروسيس طويله قوي في الديزاين محتاجه تتعمل جوه المصنع، مش هنتكلم عليها بالتفصيل لان حاجه تكنيكال قوي، بس انا هوريكم كده يعني سامبلز من بعض الحاجات. الكام فيتنج بتتكون من ثلاث اجزاء، وهتلاقوها في نص الشاشه. في الكونكتور متكون من ثلاث اصناف مختلفه، عدد واحد من كل واحد. الثلاث اصناف دول او الثلاثه موديولز دول هم اللي مع بعض بيعملوا الكونكتور. الكونكتور ده اللي انا بستخدمه عشان اركب موديول في موديول تاني. الموديول عشان تركب في الموديول تاني فمحتاج ان هو يتركب بالكام فيتنج او بكويله او ايا ما يكون الطريقه اللي هركبها، فلازم يبقى الانترفيس بين التو موديولز دول متجهز عشان استخدم هاردوير معين. يعني لو انا هركب بكام يبقى محتاج ان انا اكون مخرم للكام، لو هركب بكويله محتاج اكون مخرم للكويله. هنا الكام فيتنج بنعمله الديفينيشن بتاعه، ويمكن هنا تلاحظوا هتلاقوا البراندز بتاعت الهاردوير موجوده زي جراس، هيفلا، هيتك،
دي كلها براندز بتعمل هاردوير، والحقيقه ايموس بيبقى متوصل على المكتبه بتاعت البراندز دي كلها، بيقدر يجيب لنا من هناك صور الهاردوير، بيجيب حتى الكاد فايلز بتاعتها عشان دي اللي بيستخدمها في الرسومات بتاعته. طيب سواء هنعمل كام فيتنج او كوايل للتركيب او الاثنين مع بعض، فهنا في حاجه اسمها اللينير ديفيجن، هو ان احنا الطول بتاع الموديول اللي هيبقى فيه التركيب، الطول ده بنحط فيه كام وحده تركيب. يعني مثلا لو احنا عندنا سقف الدولاب وجنب في جنب الدولاب هنركبهم مع بعض، طيب هركبهم مثلا بثلاثة كام فيتنج مع اثنين كويلة مثلا، او اربعة كام فيتنج من غير كوايل، او اثنين كام فيتنج واربع كوايل. انا بعمل ديفينيشن ده زي ما انا عايز على ايموس، وبحدد في اللينير ديفيجن الريشوز بتاعتهم او قيمة ثابتة. يعني ممكن اقول وانا بركب السقف في القاعدة انا هتعامل انه مثلا في 2 سنتي قدام وورا فاضيين مفيش فيهم فيتنج، وبعد كده هحط الفيتنج 3 متوزعين على المسافة الباقية. فده اوبشن. ممكن اقول احط رولز معقدة شوية زي اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي، انه حسب بقى طول الخشبة اللي هركبها. يعني لو انا الخشبة اقل من 150 ملي فهسيب 20 ملي قدام و20 ملي ورا، واقسم المسافه الباقيه على 2 واركب الكام فيتنج. وممكن اقول انه لو الخشبه ما بين ال 150 مللي لل 200 مللي فانا لا مش هسيب 2 و2 سنتي، انا هسيب 3 و3 سنتي واحط واحده كويله او واحده كام فيتنج في النص، وهكذا. فاللي بيحصل ان انا لما بمسك كده المنتج واعمل له ستريتش، منتج النهائي سواء بوفيه دولاب كنبه وات ايفر المنتج، لما بعمل له ستريتشنج هو الحقيقه ايموس بيتعامل مع الفيتنج اوتوماتيك. يعني انا مثلا عندي دولاب ارتفاعه متر ونص وحاطط ثلاث مفصلات للضرف، طيب هنستريتش الدولاب لفوق والدولاب هيوصل ل 2 متر 40، فهتلاقوا الثلاث مفصلات اوتوماتيك بقوا اربعه او بقوا خمسه حسب الرولز اللي انا حاططها. طيب اليونت بتاعت الدولاب كان عرضها 50 وكنت حاطط فيها ضرفة، عملت ستريتشنج بالعرض وخليت اليونت بتاعت الدولاب بدل 50 خليتها متر، فأوتوماتيك هيبقى الضرفة الخمسين هتبقى ضرفتين 50 مش ضرفة واحدة متر، فهو هيقسم الضرفة عارف ان هحط واحدة يمين واحدة شمال، وكل واحدة معاها الهاردوير المفصلات بتاعتها والمقبض بتاعها كله بينزل أوتوماتيك. اكتر من كده احنا ممكن نعمل مثلا ترابيزة سفرة القرصة بتاعتها متشالة على بيمز او كمرات خشب او ستارة خشب، فممكن بالإكويشنز نحدد انه الترابيزة دي لما طولها يزيد عن حد معين هيبتدي البيمز دي تتخن، هيبقى الكمرات اتخن او اعرض حسب المعادلات اللي احنا حاطينها. فاحنا بنتكلم على ديزاين، يمكن المعماريين لو في حد معانا حاضر معماريين هيبقوا عارفين شوية البي اي ام في العمارة، هو زيها بالظبط في الموبيليا هنا ايموس بيشتغل بالطريقة دي. ف ده سيستم متكامل بيطلع لنا الديزاين قدامنا بيزد على ايكويشنز مش بيزد على رسم انا بعمله. اوقات بتدخل طبعا واعمل اجزاء مرسومه واعمل لها امبورت على الرسمه اللي موجوده، بس معظم الرسم بيبقى اوتوماتيك من الايكويشنز. لو في اي حد عنده اسئله يا ريت يبعتها. اوكي مفيش لغايه دلوقتي. طيب احنا خلصنا الجزء بتاع الموديولر ديزاين، وخلصنا الجزء بتاع الديزاين الخاص بالمصنع اللي بتعمل جوه المصنع
بالتكنيكال درونز اللي هي بتطلع كلها اوتوميتد. خلينا نتكلم على تأثير ده كله بقى على المنظومة ككل. يعني أنا بتكلم على منظومة الفرنتشر، هنتكلم إن من أول الماركتينج سيرفيز أو الماركتينج ريسيرش أو ماركت ريسيرش، وبعدين نطلع بيها بديزاين، نطلع بيها ديزاين بريف، وبعدين الديزاينر يشتغل عليها، وبعدين تكنيكال درونز في المصنع، وبعدين الانتاج، وبعد الانتاج المبيعات، وبعد كده التوصيل للعميل والترتيب عند العميل. فدي المنظومة ككل. طيب احنا في سؤال هنا جاي دلوقتي، هو انا بعمل الرسومات دي وادخلها جوه الماكس ولا دي حاجة تانية؟ طيب الرسومات اللي احنا بنعملها على ايموس اللي انتم شفتوها دلوقتي، هي زي ما قلت لكم احنا ما بنرسمهاش كخطوط، احنا بنحط الايكويشنز وهي بتترسم اوتوماتيك. الرسومات دي انا هي بتترسم ايموس برسمها جوه اوتوكاد، فاقدر ان انا اعمل لها اكسبورت اي لحظه واطلعها ادخلها على برنامج تاني زي الماكس واعمل لها ريندر، وان كان هو ايموس اوريدي جوه الموديول بتاع الريندرنج ممكن يتحط له في ري ويشتغل ريندرنج على طول من غير ما احتاج الماكس خالص. فالخطوه بتاع ان انا ادخل الرسومات على الماكس عشان اعمل لها ريندرنج هي ممكن تتم من جوه ايموس على طول، مش محتاج ان انا اعملها. بس هي بس ملحوظه ان ايموس هو يعني برنامج رسم صناعي مش سهل، معقد شويه عشان الصناعه، وهو يعني لو انتوا بترسموا عشان بس تعملوا الديزاين تدوه لحد هيصنع، فمش محتاجين ان انتوا تستخدموه، هو ده استخدامه اكتر جوه المصانع. بس العكس اللي مش هينفع، ان احنا نرسم في الماكس وبعدين نطلع عليه، لان هو في الاخر هو محتاج equations مش محتاج رسومات. طيب بالنسبة للمنظومة بقى ككل، الموديولر ديزاين بيتيح ان احنا نبقى شوية مرنين مع العميل، نقدر ننتج له حاجات بمقاسات مختلفة. زي ما انتم شايفين الكاستمايزيشن مش حاجة صعبة خالص على ايموس، هو معمول اكتر عشان الكاستمايزيشن. اللي بيبيع في مسؤول البيع، يعني هو بيبيع للعميل، يقدر ان هو يعمل الكاستمايزيشن ده، لانه التعديل مش معقد. يمكن البنى بتاع المنتج نفسه مش سهل، بس بعد كده التعديل فيه بيبقى سهل جدا. فمسؤول البيع وهو بيقدر يعدل ويقدر يطلع له السعر اوتوماتيك، ويقدر يطلع له ميعاد تسليم كمان. فمش محتاج ان احنا نعمل عشان نعمل كاستمايزيشن ان احنا نشغل مهندسين يقعدوا يعيدوا التصميمات ويعملوا تسعير ويحسبوا هاردوير جديد ويعملوا بيل اوف ماتيريال عشان يطلعوا سعر نديه للعميل. فده حاجة برضو مهمة جدا، ان احنا نقدر نعمل كاستمايزيشن للعميل بمجهود قليل. واهم من مجهود قليل، وطبعا مجهود قليل معناه تكلفة اقل، بس الاهم انه بغلطات اقل بكتير. لان عشان احد يمسك تصميم ويعدل فيه بناء على طلبات عميل، الاخطاء الواردة مش قليلة، واحنا بنتكلم في منتج هينتج مرة واحدة، فالتيستينج بتاعه والاختبار بتاعه صعب. احنا هننتجه وهنشوف النتيجة شكلها ايه، لو في مشكلة في حاجات هيعاد انتاجها، وبالتالي خسارة كبيرة قوي للمصنع او للي بيبيع. في سؤال تاني، هل المعادلات اللي بنحدد بيها اماكن المفصلات مثلا وطول الدولاب لها ستاندرد معين؟ هو السوفت وير الوحيد اللي بيقوم ايموس، هل ايموس هو السوفت وير الوحيد اللي بيقوم بالعمليه دي؟ ومنين نقدر نجيبه؟ طيب المعادلات اللي بنحدد بيها اماكن المفصلات، لا هي هي مش ستاندرد في المطلق، ولكنها ستاندرد لكل ماركه. يعني انا هستخدم مفصله ماركه ايه، فكل الماركات المعروفه، اي شركه كبيره بتعمل هاردوير عندها حاجة اسمها تكنيكال داتا شيت أو داتا شيت للمنتجات بتاعتها كلها. فأنا هستخدم مفصلة، محتاج إن أنا أجيب الداتا شيت بتاعتها أقراها وأشوف المفصلة دي تقدر تشيل حمل قد إيه، وأقدر إن أنا أحسب
من الخامة اللي أنا مستخدمها. لو أنا عارف الكثافة أو الدنستي بتاعت الخامة اللي بستخدمها في الضرفة أقدر أعرف وزنها، وبالتالي أحسب هي الضرفة دي محتاجة كم مفصلة تشيلها. الحسبة دي إيموس ممكن يقوم بيها، هو أوريدي جواه حاجات جاهزة، أوريدي متعرف جواه هاردوير من شركات كتير، فلو الهاردوير اللي أنا بستخدمه أوريدي متعرف جواه هستخدمه على طول، لو مش متعرف أحتاج إن أنا أعرفه وأحط المعادلات بتاعته. بس المعادلات دي بنحطها مرة واحدة بس، بعد كده أي يعني هعرف مفصلة جديدة هحط المعادلات بتاعتها، بعد كده أي وقت هستخدم المفصلة دي في أي منتج هي أوريدي متعرفة. إيموس السوفت وير الوحيد اللي بيقوم بالعملية دي هو أنا معرفش غيره بيقوم بالعملية دي. في حاجات تانية بتعمل حاجات مشابهة، حاجات من شركة أوتو ديسك مثلا زي الانفنتور، بس الاختلاف هنا إن إيموس هو سوفت وير معمول للموبيليا، هو ما بيعملش حاجة تانية في الموبيليا، فهو فاهم موبيليا. لما بقول له إن هنا في درج هو عارف يعني إيه درج، هو عارف إن الدرج ده بيتكون من وش وظهر وجنبين وقاعدة. لما بقول له في مفصل في ضرفه فهو عارف ان الضرفه دي محتاجه مفصله، يبتدي يحط المفصله او يقترح مفصله معينه. ففي حاجات هو عشان معمول للموبيليا بس، في حاجات كتير قوي بيوفرها علينا. فانه يعمل اللي احنا شرحناه من شويه بالظبط للموبيليا، انا ما اعرفش سوفت وير تاني متخصص موبيليا بيعمل ده. نجيب سوفت وير ده منين؟ إيموس ليه وكلاء، ليه وكيل بيشتغل في مصر، مكتبهم مش في مصر بس يعني الكونتاكتس ممكن تلاقوها لو دخلتوا على الويب سايت بتاع إيموس، هتلاقوا الوكلاء بتاعهم يعني موجودين. ريت لو في حد عنده أسئلة تانية. في سؤال بيقول ممكن انزله عندي واتعلمه لوحدي برنامج ايموس ولا لازم من خلال العمل في المصنع؟ طيب يعني انا عارف ان احنا اتعودنا في مصر نشتغل من غير لايسنس وننزل برامج وكراك وحاجات زي كده، بس لما الموضوع بيبقى في مصانع الموضوع بيبقى مختلف، احنا لازم نشتغل ليجل، لازم نشتغل بلايسنس، فاحنا بنشتري اللايسنس بتاعته وبنشتغل بيه. يعني ما اعتقدش ان هو متاح انكم تنزلوه، يعني ممكن يبقى ترايل فيرجن منه ممكن يشتغل لفتره ويقف، بس انه ينزل وتشتغلوا عليه اعتقد موضوع صعب. تتعلموه لوحدكم ممكن تتعلموه، هو ليه تيوتوريالز موجوده على الويب سايت نفسه، بس اعتقد ان دي متاحه بس للناس اللي بتشتريه. احتمال يكون ليه فيديوز على اليوتيوب مش متاكد، ممكن تشوفوا الموضوع ده. بس بالنسبة ازاي تجيبوه فهو يعني حلها الوحيد انه تشتروه، يعني عشان كده هو المفروض انه يبقى يعني او هو معمول للمصانع بس. ما اعتقدش على المستوى الشخصي حد ممكن يستثمر فلوس كبيرة في سوفت وير زي ده، مش هيشتغل مش محتاجه في الا لمصنع يعني. كمان في جزء مهم ما اتكلمناش عليه، حد بيسأل على الويب سايت، حاضر هجيب لكم الويب سايت. بالنسبة لل للسوفت وير ده، هو غير انه بيطلع الدوكيومنتس اللي احنا محتاجينها، الويب سايت سوري الويب سايت اسمه emus3d.com، emus imos3d.com. بالنسبة للسوفت وير ده، هو مش بس بيطلع الدوكيومنتيشن زي الكاتنج ليست مثلا، بيطلع كمان الستيكرز اللي هي بتتحط على كل جزء خشبي او كل موديول طالع من المكن، فبيبقى كل جزء من المنتج وهو ماشي في خط سيره في المصنع عليه الليبل بتاعه، معروف ده بتاع ايه، هيخش في انهي منتج، وعليه كل التفاصيل والبيانات بتاعته، وساعات بيبقى عليه كمان work instructions للخطوات اللي هتتم عليه.
ده الجزء اللي هو الكاد، اللي هو ان انا ارسم البرودكت او المنتج على السوفت وير. في جزء تاني بقى اللي هو الكام، لان هو احنا اتفقنا ان هو كاد كام. الكام ده اللي هو كمبيوتر ايدد ماشينري، الكاد كمبيوتر ايدد ديزاين، فاحنا بنستخدم الكمبيوتر عشان نعمل ديزاين، وبعد كده كمبيوتر ايدد ماشينري بنستخدم الكمبيوتر عشان يشغل المكن، وعلشان يعني يتحكم في المكن، المكن السي ان سي. طيب اللينك ما بينهم هو بيعمله، يعني هو بياخد الرسومات يحولها لانستراكشنز للمكن، هو عارف انه الاجزاء هتتكون ازاي، مكن التقطيع محتاج يقطع مقاسات ايه، فالمقاسات بتتحط اوتوماتيك على مكن التقطيع، فاللي واقف على المكنه بيستخدمها بيلاقي المقاسات جايه له اوتوماتيك، جايه اوتوماتيك من السيلز، حتى مش جايه من الديزاين، يعني السيلز بيرسون هو بيعدل الديزاين، الديزاين بيطلع له اوتوماتيك المقاسات الجديده، والمقاسات بتوصل لغايه المكن من غير ما تعدي حتى على الديزاين ديبارتمنت خالص. فهنتكلم في سرعه سرعه كبيره قوي، efficiency عاليه او كفاءه عاليه، الاخطاء يعني شبه ما فيش الا لو احنا مبرمجين حاجه من الاول غلط او حاطين ايكويشن غلط، ودي وانس اتصلحت فهي بتتصلح في كل المنتجات بعد كده. في كمان حاجه زي التخريمات، احنا مش بس هنقطع للواحد، احنا محتاجين نخرم علشان ده الانترفيس اللي بيه كل موديول بيتركب في الموديول اللي جنبه، والانترفيس ده حسب الهاردوير، واحنا بنعرف الهاردوير على ايموس او لو هو متعرف جاي عليه جاهز. الهاردوير بنبقى معرفين ان كل حته في الهاردوير بتخرم لها تخريم، شكله ايه التخريم، قطره كام، عمقه كام، مكانه فين في اكس وواي. فكل التخريمات دي وكل البرامج اللي احنا عايزينها للتخريمات كلها بتروح على مكن التخريم اوتوماتيك، كلها طبعا بدون تدخل اي حد في النص، فطبعا افشنسي عاليه جدا، فليكسبيليتي في الانتاج رهيبه، لان انا كده بقبل ان انا اعدل مخصوص للعميل من غير ما يبقى مضطر ان انا اعمل كميه. يعني الاول كنا بنقول طب احنا هنعدل مخصوص عشان العميل، طيب الناس في الديزاين محتاجين يشتغلوا ويعدلوا مقاسات، طب محتاجين نعمل تيستينج، محتاجين نطلع نحسب تكلفه، محتاجين ننزل مقاسات جديده للمكن، كل ده عشان انت قطعه واحده. ف بيبقى الاوفر ان احنا نرفض التعديل من اصله، لان هيبقى المكسب بتاعه هيروح اكتر منه في التحضير او تحضير التصميم للتصنيع. انما بوجود سيستمز زي دي فبيخلي في امكانيه كبيره قوي ان انا احول التصميم للمكن مباشره من غير ما اصرف عليه فلوس تانية واشغل فيه مصممين تانيين. في حاجه مهمه جدا في الموضوع الكاستمايزيشن ده، احنا ليه تعبين نفسنا وليه بنقول احنا عايزين نعدل للعميل، طب انا عندي منتج ستاندرد وموجود اللي عايزه ياخده وهو ده اللي عندي وده موجود وكده. الحقيقه المشكله انه دلوقتي ما بقاش في فكره انه المنتج ده موجود زي ما هو العميل هياخده وهيقبله زي ما هو. دلوقتي العميل بيعدل في كل حاجه، يعني هديكم مثلا مثال صغير، اللي بيروح يشرب قهوه بيروح الكافيه يطلب قهوه، القهوه دي في الاخر يعني بن وميه وممكن سكر ولبن اوبشنال، يعني اللي عايز يحطه في الاخر. في كم منتج بيطلع من المكونات دي؟ يعني لو قلنا سكر ولبن وميه وبن، اربع مكونات بس، دول البيل اوف ماتيريال بتاع فنجان القهوه، وممكن يبقوا ثلاثة منهم أو اثنين بس منهم. العميل في الآخر بيختار إيه؟ العميل بيجي يقول عايز حجم القهوة قد إيه؟ هيحط طريقة عمل القهوة، سواء هي اسبريسو، أمريكان، فلترد، قهوة تركي، كلها طريقة مختلفة لخلط البن بالمية. إحنا بنتكلم نفس الكومبوننتس بس طريقة خلطها اختلفت، في بروسيس اختلفت، والنتيجة طبعاً لطلعها مختلفة. طب هيتحط عليها اللبن قد ايه؟ طب اللبن ده لبن بس لبن ولا فوم؟ طب هو لبن عادي ولا هاف سكيمد ولا؟ فكميه تفاصيل كلها بس في فنجان قهوه. وتلاقوا العميل بيخش يطلب انا عايز الفنجان
هاخد اللي مش عارف ايه مع ايه واللبن ايه ومفيش سكر يعني تفاصيل كتير قوي، وبيتحضر له فنجان القهوة اللي هو عايزه بالتفاصيل اللي هو عايزه. طيب احنا بنتكلم في برودكت بيتحضر في اقل من دقيقة، وبيتحضر وقت ما العميل بيطلبه. في الانتاج المنتجات زي الموبيليا الموضوع مختلف تماما. في القهوة ممكن يبقى اللي بيحضر القهوة هو اللي بياخد الاوردر من العميل، بيحصل كتير. في الموبيليا عادة اللي بياخد الاوردر من العميل ما بيشوفش اصلا اللي هيصنع الاوردر، ده حد منفصل تماما. فنقل المعلومة بيتم ازاي؟ لو هو منتج ستاندرد مفيش نقل معلومة اكتر من ان العميل اخد من المنتج ده كام واحد وهيستلم امتى بس، مش الانتاج مش محتاج معلومة تانية. بس لو احنا بنتكلم في كاستمايزيشن او بنتكلم في تعديل منتج عشان العميل، ف التعديلات اللي العميل هيطلبها هتتوصل ازاي من السيلز للانتاج؟ هي هتروح لو هي نشتغلها مانيوال هتروح من السيلز للديزاين وبعد كده من الديزاين للانتاج. البروسيس طويله قوي وممكن اخطاء كتير قوي تحصل من واحد لواحد لواحد، من نقل المعلومه من واحد للتاني. في الاخر هيطلع المنتج مشوه ملوش علاقه باللي العميل عايزه، او لو طلع زي ما العميل عايز فبيبقى فيه اوقات يعني عدم مطابقه لمتطلبات العميل. طيب نرجع تاني للكاستمايزيشن، ليه العميل ما ياخدش الموبيليا زي ما هي؟ رفاهية ان العميل يطلب قهوة على مزاجه وبالطريقة اللي هو عايزها كبرت، يعني يمكن دي طول عمرها موجودة، بس هنلاقي ان الموضوع بدأ يكتر في منتجات كتير اكتر من القهوة. دلوقتي في مثلا على اديدس ممكن تخش على الويب سايت تطلبوا السبورتس شوز اللي انتوا عايزينها بلون الرباط معين، النعل الفلاني بلون الجلد المعين، وممكن اكتر تختاروا تكست كمان تتكتب عليه. وكل الاوردر بتاعكم ده بيتعمل على ويب انترفيس بيوصل الداتا لسيستمز زي ايموس بس خاصه بالصناعه بتاعتهم، بيطلع المنتج في النهايه اللي انتوا طلبتوه من غير تدخل حد في النص. فكره ان يبقى العميل شاري حاجه هو اللي عامل الكونفيجريشن بتاعها بتدي يعني احساس بالملكيه غير عادي للمنتج ده. ده المنتج ده بتاعي انا اللي عملت له ديزاين، انا اللي اخترت لونه، انا اللي اخترت مقاسه، انا اللي زودت كذا عليه، انا اللي خليتهم يحفروا اسمي عليه. فكل الحاجات دي بتدي احساس ولاء رهيب للبراند، وبتدي احساس بالملكيه بتاعت المنتج. المنتج ده بتاعي انا ومش موجود في بيت حد تاني. فده كله بيخلي العميل على استعداد ان هو يدفع اكتر مقابل ده. انا بقول له انا هديك منتج بتاعك انت بس هو بفلوس اكتر شوية، فالعميل بيقدر يدفع ده، قابل انه يعمل ده، غير لما ياخد منتج من على الرف زي ما هو وغيره اخدوه. فدي حاجة مهمة جدا في الديزاين لازم نبقى واعيين ليها، لان التصميم قدام شوية مش هيبقى تصميم منتج ثابت ناخده ننفذه ونبيعه للعميل. التصميم هيبقى تصميم موديولر، هيبقى تصميم قابل للتغيير، تصميم العميل يقدر ان هو يعدل فيه حسب احتياجاته وحسب رغبته. التصميم دلوقتي ان كنا بنعمله تصميم منتج، احنا بنصمم كرسي او بنصمم ترابيزة، فقدامنا سنين قليلة قوي وده هيبقى شبه مش موجود. التوقع دلوقتي انه كله هيروح ناحية الكاستمايزيشن، العميل عايز يعدل، التعديل بعد كده هيبقى سهل، كله حاجات ويب بيست، العميل يخش ابليكيشن حتى بالموبايل بتاعه يقدر يطول الترابيزة يصغرها يغير شكل الرجل يغير الخامة بتاعت القرصة، عايز الترابيزة من فوق رخام، عايزها اساس، عايزها خشب، كل الكلام ده كله يقدر يغيره من الموبايل وهو قاعد في بيته، والسعر يطلع له اوتوماتيك ويتعمل الاوردر. ومش بس المكان بيوصل له الاوردرز اوتوماتيك، كمان الموردين بتوع المصنع بيوصل لهم الاوردرز اوتوماتيك عن طريق بقى ربط الديزاين سوفت وير زي ايموس باي ار بي سيستم بقى تاني زي انفور اللي احنا شفناه من شويه كنا عاملين عليه. هجيبه لكم تاني زي ده ERP system
بيدير المصنع ككل، ملوش دعوه قوي بالديزاين، بس بتحط عليه البيل اوف ماتيريال، بتحط عليه الخامات، بتحط عليه السبلاي سيستم كله، كل السبلاي تشين موجود عليه. ف دي سيستمز هتاخد بقى البيل اوف ماتيريال من ايموس اوتوماتيك، وهيقول لي طب انا محتاج رخامه المقاس الفلاني، فهيروح للسبلاير بتاع الرخام ويطلع له البيرشيس اوردر بالمقاس اللي العميل طلبه من الموبايل وهو قاعد في البيت. فدي كلها منظومه كامله. اوقات هتلاقوا المنظومه بتوسع اكبر من كده، يعني في اوروبا احنا بنشوف لو انا بصنع موبيليا مش بس انا المعلومه بتجيلي اوتوماتيك من السيلز، ده المعلومه بتروح من عندي للمورد بتاعي اوتوماتيك على السيستم بتاعه، واوقات توصل من السيستم بتاعه للمكن بتاعه اوتوماتيك. يعني تخيلوا انا بعمل ترابيزه متر في مترين، العميل جه قال لي انا عايزها متر في 190 عشان المكان عندي ضيق، فعمل الاوردر على الويب سايت بان هو غير الدايمنشن بتاع الترابيزه، الترابيزه اتباعت اوتوماتيك على السيستم، الترابيزه راحت للاي ار بي سيستم، اتحط البيل اوف ماتيريال بتاعتها، اتحط رخامه بمقاس جديد ما كانتش موجوده على السيستم، راحت من عندي اتعمل لها سيلز اوردر اوتوماتيك على السيستم بتاع المصنع الرخام، ومن السيلز اوردر بتاعه اتحط البيل اوف ماتيريال واتحط الكاد فايل، اتعمل اوتوماتيك ونزل اوتوماتيك على الووتر جيت، مكنه الووتر جيت اللي هتقطع الرخامه، واتقطعت اوتوماتيك. كل ده تم اوتوماتيك من غير تدخل البني ادمين. المستقبل كله في الديزاين رايح لده، رايح للانتجريتد سيستمز كلها، نظم متشابكه وراكبه في بعضها. المهم زي ما احنا بنديزاين الموديولار سيستم، او بنديزاين بنعمل موديولار ديزاين للموبيليا، كمان السيستمز اللي احنا شغالين عليها كاي تي هي موديولار سيستمز، دي قصه ثانيه في الديزاين، بس نفس الكونسبت ان في انترفيس ما بين كل سيستم والتاني، ازاي سوفت وير بيناول المعلومه لسوفت وير تاني متصنع في شركه ثانيه او متبرمج في شركه ثانيه. كل الحاجات دي سيستمز بره شغالين ان هم يوصلوا السيستمز في بعض، ودي الثوره الصناعيه الرابعه اللي هم بيتكلموا عليها دلوقتي بره في المانيا وفي اوروبا. يمكن المانيا هي يعني الرائده في موضوع الثوره الصناعيه الرابعه، هي منظومه كامله ان احنا نشبك كل الحاجات في بعض. احنا شبكنا كمعلومات، الانترنت شبكت كل الدنيا في بعضها دلوقتي، بس بقى ان احنا نشبك كصناعه، نشبك معاهم، وكديزاين نشبك معاهم. كل الحاجات دي وارده. عايزكم كده تفكروا معايا، تعالوا نتخيل قدام شويه لما يبقى في ديزاينر بديزاين على سوفت وير حاجه شبه ايموس اونلاين، وانا مش بشتري منه الديزاين، بس هو العميل بيخش على الويب سايت بتاع الديزاينر يختار الديزاين اللي هو عايزه، بيعمل له الكونفيجريشن، وانا دوري هنا مش بشتري الديزاين وابيع المنتج للعميل، انا دوري هنا مصنع للديزاينر، فبأصبح الديزاينر هو البراند اللي بيبيع، العميل بيخش يشتري من على الويب سايت بتاع الديزاينر، انا بيجي لي كل حاجه اوتوماتيك، بيوصل للراجل اللي بعدي اوتوماتيك، سواء حد بيشتري من عنده قماش، رخام، هاردوير، وات ايفر، وبعدين في الاخر المنتج هيروح للعميل زي ما هو طلبه بالظبط. دي منظومه احنا مش متعودين عليها، بس انا شايف ان المستقبل كله رايح في الحته دي. المستقبل كله رايح لانه مفيش حاجه اسمها يعني ستاند الون برودكت ديزاين، الموضوع هيبقى سيستم ديزاين او موديولر ديزاين بيطلع سيستمز. فكره ان المنتج يبقى هو كده وهو ده الديزاين بتاعه مش وارد. في ديبيت كبير اللي هو طب فين دور الديزاينر؟ هو دلوقتي العميل هيختار اللون بنفسه وهيختار الرجل دي مع القرصه دي، طب هو الديزاينر بيعمل ايه؟ هو الديزاينر هنا دلوقتي عايزين بس نتكلم على الديزاين بمفهومه الاوسع، احنا بنديزاين موديولز، بنديزاين موديولز تتركب في بعض تبقى سيستمز، مش بنتكلم في الاستاتكس بس. احنا دايما في مصر متعودين ان الديزاين بالنسبه لنا استاتكس، بنتكلم في شكل، فانكشن، لون، الماتيريال، الكلام ده كله، بس ما بنتكلمش على الديزاين كسيستم.
ودي حاجة الحقيقة محتاجين نبتدي نتكلم عليها، لأن الدنيا هتجري فيها قريب والدنيا بادية زي ما انتم شايفين. اوريدي في سوفت ويرز بتعمل ده، فهي مش بتعمل ده من فراغ، بتعمل ده عشان الناس عايزة ده. الناس بدأت تشتغل كده بره، ويعني احنا محتاجين نبتدي نشتغل بطرق مختلفة شوية، نبص على الديزاين بطريقة مختلفة، ونبص على الانتجريشن او التداخل ما بين او التكامل اللي ما بين السيستمز المختلفة، سواء السيستم بتاع الديزاينر، السيستم بتاع المصنع، السيستم بتاع اللي بيصنع مواد خام داخلة في التصنيع الموبيليا. كل دول لازم يبقوا متصلين ببعض، ما بقاش مش هينفع حد يشتغل لوحده، مش هينفع واحد يعمل ديزاين دولاب وهو الدولاب ده كده، ده مش هيبقى مقبول قريب لما يبقى فيه كذا براند موجودين في السوق بيعملوا موبيليا قبل ان هي تتعدل حسب رغبة العميل، يقدر العميل يعدلها بنفسه اونلاين. اعتقد ان ده هيغير كتير قوي شكل سوق الموبيليا في مصر وفي العالم كله، وهيخلي يعني الليدرز بتوع السوق ده هيتغيروا بسبب الموضوع ده، اللي هيلحق ان هو يتكيف مع الوضع الجديد ويحاول ان هو يتعامل مع السيستمز دي، يتمرن عليها ويبقى يشتغل بيها. اعتقد هو ده اللي هيبقى ليه المستقبل قدام شويه. انا كده يعني خلصت، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ولو في اي اسئله انا لسه مستنيها منكم. اديكم كده دقيقتين لو حد حابب يبعت اسئله. ازاي ممكن اعرف طرق تركيب جديده ومختلفه لقطع الاثاث مع بعضها؟ اوكي، طرق التركيب احنا مش بنخترعها، يعني احنا كمصنعين موبيليا انا مش بخترع طريقة التركيب. هو انا بجيب فيتنج او اكسسوار تركيب وبركب بيه. طيب هعرفه منين؟ هعرفه من شركات المصنعة للفيتنجز. الشركات دي على مستوى العالم ما هماش كتير قوي، هما شركات محدودة اللي بتصنع الحاجات دي، شركات كبيرة محدودة. و مهم جدا ان احنا دايما نبص على الويب سايتس بتاعتهم، نجيب اخر كاتالوجز ليهم، نشوف ايه البرودكتس الجديده اللي طلعوها، لان من خلالهم بنعرف ايه طرق التركيب الجديده المتاحه دلوقتي، عشان بناء عليها اقدر استخدمها في التصميم. طيب نعرف منين الشركات دي؟ الشركات دي بتتجمع في بعض المعارض، اشهرهم معرض اسمه انتر زوم. انتر زوم INTERZUM، ده بيتعمل في كولونيا في ألمانيا مرة كل سنتين. هو المفروض يتعمل في شهر مايو اللي جاي، مايو 2021. فالمعرض ده بيبقى فيه تجمع لكل الشركات اللي بتصنع مواد خام لصناعة الأثاث، من ضمنها الفيتينجز أو التركيبات. فممكن الويب سايت بتاع انترزوم تقدروا تخشوا وتلاقوا لستة كل شركات العارضة. أعتقد هم متقسمين بالفئات، كل فئة حسب نوعها، يعني دي شركات عارضة بتقدم أخشاب، دي شركات بتقدم ألواح، دي شركات بتقدم طرق تركيبات. فتقدروا تلاقوا طرق التركيبات، الشركات اللي بتقدم طرق التركيبات حصر بالويب سايتس بتاعتهم. تخش على الويب سايتس بتعملوا داونلود الكتالوجات وتعرفوا إيه اللي موجود. في سؤال تاني، في المصانع حاليا بيستخدموا 3D printing لقطعة الأساس ولا ده مش موجود في مصانع في مصر؟ طيب ال 3D printing هي تكنولوجيا تصنيع مكلفة شوية للمنتجات اللي حجمها كبير. يعني بره مثلا في أحذية بيعملوا النعل 3D printing، في أحذية على بعضها بتتعمل 3D printing، بس في الآخر حجم المنتج ووزنه مش كبير، كمية الماتيريال المحطوطة فيه مش كبيرة. في ناس بتعمل هوم اكسسوارز برضو 3D printing، في ناس، في شركات في ألمانيا بتعمل نظارات الفريم بتاع النظارة 3D printing. ف 3D printing دخل في الصناعة، في الصناعة بكميات يعني. في الأثاث ما دخلش على المستوى الكوميرشال، يعني في ناس عملت كراسي كاملة 3D printing بره مصر، ما شفتهاش في مصر لسه.
بس الكرسي سعره يعني غير قابل للبيع، يعني تكلفته عالية قوي. انا ليه هشتري 3D printing وانا ممكن اعمله قالب واصنعه ارخص بكتير؟ بس ال 3D printing هعرف اطلع منه قطعة واحدة بس، يعني لو انا عايز اعمل كرسي قطعة واحدة ما عنديش القالب بتاعه بلاستيك يعني، فانا هعمله 3D printing اوفر من ان انا اعمل قالب. بس لو هنتج كميات فالاوفر طبعا ان انا اعمل قالب وانتجه كميات. ال 3D printing انا شايف ان هو في صناعة الموبيليا ما هوش اقتصادي ان احنا ننتج موبيليا كاملة 3D printed، بس هو ممكن نستخدمه في بعض الاجزاء، يعني ممكن اعمل فيتنج مخصوص انا اللي اعمل الديزاين بتاعها 3D printing. ممكن استخدمه في ان انا اعمل مثلا حاجة بديل للقماش او الفابريك، اجزاء متوصلة ببعضها حرة. ممكن استخدمه في ان انا اعمل بيه سوست بديزاين معين احطها جوه الشلت. ففي اجزاء بلاستيكيه ممكن نصنعها بال 3D printing، دي ممكن نعملها 3D printing يعني، بس برضو تتصنع بكميه كبيره اعتقد انه اقتصاديا هو مش اقتصادي. هو ظريف لو انا لو العميل هيعمل كاستمايزيشن، يعني وليكن ان انا هعمل المقبض 3D printing والعميل ممكن يخش يحط الفايل بتاعه او الديزاين بتاعه، فهيبقى المقبض 3D printed للعميل ده بتاعه، هو اللي عامل الديزاين بتاعه او جايبه بلوك من اي حته. فدي امكانيه ان انا اعمل حاجه كميات صغيره 3D printing بيبقى كويس فيها، بس غير كده في الكميات الكبيره لا، اعتقد انه لسه لغايه دلوقتي طريقه التصنيع دي مش اقتصاديه. يمكن قدام شويه تنتشر وتبقى اقتصاديه اكتر يعني، اتمنى. لو العميل بعد كده هيبعت المصنع على طول علشان قطعة واحدة، معنى شركات زي ايكيا واباني يعملوا ايه في المنتجات بتاعتهم؟ انا لسه كنت بقول لكم ان فكرة ان العميل يطلب قطعة واحدة بس وتتعمل له مخصوص في مصنع بينتج كمية كبيرة، ده هيغير البيج بلايرز اللي في السوق دلوقتي. يعني لو احنا بنتكلم ان ايكيا دلوقتي هي من اكبر شركات اللي بتوزع موبيليا في اوروبا، ده ممكن ما يفضلش على طول، ده ممكن يتغير. ف ايه اللي هيحصل لهم دي حاجه حسب هم هيروحوا لفين، هم هيتطوروا ازاي. الحاجه الثانيه برضو المهم نعرفها انه الحاجه اللي هتتصنع مخصوص للعميل تكلفتها مش قليله، فالعميل المفروض انها هتتباع بسعر اغلى، فلسه في ادفانتج للشركات او في ميزه للشركات اللي بتنتج كميات كبيره انها تقدم منتج بسعر اقل. بس في الحاله دي المفروض يبقى سعره اقل بشويه حلوين، والا العميل هيدفع اكتر سنه صغيره ويعمل حاجه على مزاجه. هل في سوفت وير بيحول الرسومات الكاد لكاتنج ليست وشيت؟ في الموبيليا ما اعرفش غير ايموس، اعتقد انه انفنتور بيعمل ده، ما اعرفش واصل لفين في حته الموبيليا، بس لو حاجه متخصصه في الموبيليا هو ايموس. في سؤال تاني، هو نظام الموديولر مش بيأيد المصمم ويجبره على ان التصميم يبقى بسيط ما فيهوش قيمه او حلايا؟ طيب خلينا هنتكلم على جزئين. موضوع التأييد، بصوا هو التأييد بتاع المصمم بيبتدي من العميل اصلا، يعني العميل في الاخر هو عايز حاجه بمتطلبات معينه، مقاسات معينه، الوان معينه. اليومين دول مثلا وليكن العملاء عايزه اللون الاسود منتشر، العملاء عايزه ازاز مطبوع عليه، العملاء عايزه رخام. فالعميل اوقات بيبقى عايز خامه معينه وطالعه موضه اليومين دول والناس كلها عايزاها، ده في حد ذاته تأييد للمصمم بصرف النظر بقى موديولر او لا. ففي الاخر المصمم متأيد بحاجات كتير، متأيد بسعر، من تكلفه. يعني المصمم في الاخر لما بياخد ديزاين بريف من المصنع هو بيقول له انا عايز حاجه تكلفتها ما تعديش كذا. طيب ما هو التكلفه دي ليه؟ عشان هو بيتارجت عميل معين وعايز يبيع له، فالعميل ده هيقدر يشتري تكلفة او يقدر يدفع لغاية كذا، تبقى تكلفة تبقى كذا.
فكل دي تأييدات بيشتغل جواها المصمم. عشان كده المصمم هو بيحل مشاكل، يعني هو المصمم عنده مشكلة، فكرة انه انا عايز اصنع منتج شكله جديد ما اتعملش قبل كده بالخامات الفلانية، او في خاماته ما تخرجش عن كذا وتكلفته ما تزيدش عن كذا، والوانه في حدود الالوان الفاتحة او في الالوان الغامقة، ويكون في الخامة الفلانية، ويكون في تخزين كتير، ما كل دي طلبات بتأيد المصمم. ودي بقى المشكلة، انه ازاي يعمل كل ده مع بعض. وعشان كده الديزاينر هو بروبلم سولفر، هو حلال مشاكل، هو دي شغلة الديزاينر، هو بيحل مشكلة. الديزاينر مش موجود عشان الاستاتيكس بتاعت المنتج، مش عشان يقول المنتج ده شكله كده حلو ولونه كده حلو وكده احنا عملنا منتج. ده مش ديزاين، الديزاين اعمق من كده بكتير. الاستاتيكس دي الحتة اللي باينة في الاخر للعميل، بس كل المجهود اللي تمه قبلها عشان ده يطلع معقد جدا. وده دور المصمم مش الاستاتيكس. الجزء الثاني من السؤال اللي هو بسيط ما فيهوش قيمه او حلايا، لا تقدر تعمل موديولر ديزاين بقيمه وحلايا، ما يمنعش خالص. يعني مثلا هتعمل ترابيزه، الترابيزه دي قررت انك تعملها قرصه وواقفه على حاجه، الحاجه دي قد تكون 4 رجلين، قد تكون رجل مدوره في النص، قد يكون بوكس حجمه اصغر شويه من الترابيزه شايل الترابيزه، كل دي حاجات مختلفه شايله القرصه. القرصه من فوق ممكن تبقى خشب، خشب عليها ازاز، خشب عليها رخام، رخام بس، ازاز بس، ازاز في رخام، كل دي اوبشنز. فتقدر تعمل بمنتهى البساطه قرصه ترابيزه خشب فيها قيمه داير ما يدور الترابيزه، القرصه الترابيزه، وبعدين بتغير شكل الرجل، عندك اشكال مختلفه موجوده عليها، مره ستانلس مره خشب، بس في الاخر لازم تبقى وانت بتديزاين الموديولر سيستم ده بتديزاين الانترفيس. اهم حاجه تحط يعني تعمل في حسابك الديزاين بتاع الانترفيس، اللي هو في الاخر الرجل هركبها في القرصه ازاي. لو انا عامل 5 6 انواع قرص و5 6 انواع رجلين، لازم ابقى متاكد ان اي نوع قرصه من دول يركب في اي نوع من الرجل من دول. قد تكون القرصه بتطلع فيها تخريمات زياده عشان تقبل ان تركب رجلي بالطريقه دي او بالطريقه دي، ده وارد وده بيحصل كتير، ما في تخريمات كتير زياده، بس في حتت مداريه زي مثلا قرصه الترابيزه من تحت مش باينه قوي للعميل، فتقدر تحط تخريمات زياده، واوقات بتحط فيتنجز زياده احتياطي عشان لو عايز تركب حته هنا. شكرا ليكم على الحضور، واتمنى اكون افدتكم، واتمنى نكون يعني فتحنا الرؤى شوية على المستقبل بتاع الديزاين، البرودكت ديزاين، وبالذات في الفرنتشر ديزاين. ويعني نتمنى ان احنا نشوف منتجات قريب من مصممين شاطرين زيكم. ويعني انا موجود تحت امركم، المصنع مفتوح لكم في اي وقت في بينوكيو، في اي وقت تشرفونا تكلمونا، اي حد عايز تريننج، اي حد عايز يعرف تفاصيل اكتر عن صناعه الموبيليا، احنا تحت امركم في اي وقت. دايما بنرحب ودايما بنقول ان صناعه الاساس هي يعني اللي بيقودها هم المصممين، ودي صناعه كبيره في مصر بقى لها سنين طويله قوي، فيعني مش عايزين نخسر الصناعه دي، عايزين الصناعه تتقدم لقدام، ومش هتتقدم الا بالمصممين. عشان كده احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نطور المصممين في مصر عن طريق نقل المعرفة من عندنا للمصممين. فإحنا تحت أمركم في أي حاجة ليها علاقة بتدريبات في التصنيع، في التصميم، في الخامات. أتمنى أكون أفدتكم النهاردة، وشكرا جدا. شكرا.